انت لسه هنا؟ انا قلت ان انت رحت تدور على عمتك وتشوفها راحت فين. تعرفي حاجه انا ما اعرفهاش؟ وحياتك عندي ما اعرف اي حاجه، وحياه الالم اللي خدته قدامك. انا مش عايز كلام زياده، انا اسالك ترد على كذب السؤال، ما تكتريش. رايح فين؟ مالكيش صالح. لا ليا صالح يا حسن. رايح للبنى؟ وحشتك قوي ولا عشان حامل منك؟ والله رايح لامك عشان عبد الحكيم ابن مفيدة الشغاله. لا دي ولا دي، رايح اسهر واروق دماغي. يعني ايه؟ يعني عبد الله خلاص يا حسن؟ نسيته؟ انا مش هسيبك الا لما اعرف انت ناوي على ايه. اوعى عقلك يقول لك ان انا هنسى ابني ولا نام مرتاح وهو مش مرتاح في تربته. اللي انت عايز اعمل ايه؟ اقول لك افتحي درج المكتب اللي جوه، هتلاقي مسدس عمران، خديه واطلعي على زينب واقتليها هي وولدها. دام انت متاكده ان هي اللي قتلت ولدك. وانا اقتلها هي وابنها ليه؟ هناخد روح مروان احسن. طب شوفي يا بنت عمي، عشان انا تعبت ومخي مش فاضي الهري اللي انت فيه ده. انا رجعتك عشان قلبي وجعني على عبد الله. ايوه، عشان كنت ام ولد اللي راح، اللي انا حاسس اني شايل ذنبه. انما اذا كان عليك انت، فانت زي ما بيقولوا كده زهدتك. كل ده عشان لبنى؟ ولا لبنى. ولا لبنى؟ امال مين؟ طالما لنا ولا لبنى. مين يا ابن عبد الحكيم؟ مفيدة؟ هي مالها العيلة دي؟ رمرامة ليه كده؟ أبوك يروح يتجوز لنا نعيمة هشك بشك، وأنت تروح تتجوز مفيدة اللي بتلم ورا البهايم. آه ونعم النسب بصراحة. للمرة المليون قلت لك ما تجيبيش سيرة مفيدة. هو أنت مالك محروقة عليها كده ليه؟ قلبك بيوجعك لما بجيب سيرتها ليه؟ في إيه يا حسن؟ يعني مفيش فايدة فيكي؟ أنت اللي مفيش فايدة فيكي يا حسن. انت اللي خطفت عبد الحكيم. حركت قلبي عليه، قلب امه كمان. كنت بتشوفيني كل يوم مش عارف انام، وعجلي هيهج من نافوخي، وقلبي مفطور من الحزن عليه، وانت ولا انت هنا. انا ما خطبتش حد. وايه؟ كنت تكوني فاكراه اهبل ولا عبيط؟ حسدك اللي جالاته مفيده. الحكايه دي عندك، ما تطلعش غير منك. انا بس سكتت عشان الهم اللي ركبنا انا وانت. قلت خلاص عبد الحكيم رجع، بس انت مفيش فايده فيكي. عايزة النار تاكلنا كلنا. أنا عايزة تربني. ولدك اللي موت وعايزنا ناكل في بعض. هي زينب ومروان. لا زينب ولا مروان. لأن مروان مفيش أحل منه. وزينب مفيش أعجب منها. والله؟ لما انت شايف ان مروان حنين قوي كده، معاديه ليه؟ واقف قصاده ليه يا حسن؟ اللي بيني وبين مروان غير اللي في دماغ خالص يا ريتال. والله حلوين قوي الكلمتين دول يا حسن، بتريح نفسك بيهم عشان ما تلومش نفسك على اللي انت عملته فيه. ما تخرس يا ريتال. مش هخرس يا حسن، وهفضل اتكلم لحد ما النار اللي في قلبي تهدى. وحياتك انت عندي، فوزية مش هترجع، وهتقول ريتال قالت. فكر بقى انت، مين اللي ليه مصلحه؟ مين يا حسن؟
خوف مالي جلبك لدرجة دي؟ اللي مطلعك من البيت ده لوك زهجانة، قلت أمشي رجلي شوي. طب يلا روح. وأنا من زهجي لفيت البلد كلها وفضلت ماشية ماشية لحد ما لقيت روحي فين؟ عند الحكيم. ربك والحد أنا ما كنتش هدخل، بس النصيب لقيت نفسي دايخة وهقع من طولي. دخل قوم لقيت مين؟ لبنى، كانت طالعة من العمليات. عملياتي؟ لو أنت ما تعرفش تبقى مرتك وما تعرفش إن هي أجهدت نفسها ونزلت العيل؟ بتقولي إيه؟ لبنى سقطت نفسها، بس تعرف عندها حق. هي كانت هتجيب عيل في البيت ده يعمل إيه؟ ده النفس اللي طالع مننا مسموم. زعلان على الواد يا عيني، عايم في بحر الغدر، عايم في بحر الغدر. يا حسن، لبنى فين؟ موجودة. عايزها؟ عايزها. طب معلش يا حسن، هي مش هينفع تقابلك دلوقتي، تعبانة اياك. يبقى انت اللي قلت لها تعمل اللي عملته، انت اللي قلت لها تنزل الواد. وانت عرفت اللي حصل؟ اقعد يا حسن، اقعد بس اسمع كلام. انا هتبعها زي البهيمة. عندك حق والله يا حسن، ليك حق كمان تعمل اكتر من كده. ده انا بهدلتها بشكل انت مش متخيل. بس ارجع واقول لك برضه يا حسن ان انت اللي غلطان، انت اللي كرهتها في حياتها معاك وعيشتها معاك. وبعدين يا سيدي هي مجنونة، هنعمل معاها ايه يعني؟ وبعدين انت طلقتها وهي خلاص مش طايقه عيشتها معاك. وبعدين يعني لا، احنا لو كنا جبنا منك عيل كان ايه الوضع دلوقتي؟ كان زمان متشحطط بينكم. يعني اكيد اللي حصل ده احسن لك واحسن لها.